على صعيد متصل، احتفلت البطريركية اللاتينية بالرسامة الأسقفية لنائب البطريرك اللاتيني المكرس رفيق نهرة، وذلك خلال قداس احتفالي ترأسه غبطة البطريرك بير باتيسيا باتسابالا في كنيسة بازيليك البشارة في مدينة الناصرة. وقد شارك في الاحتفال عدد من المطارنة من مختلف الرعاية، وجمع حاشد من الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات، وجموع غفيرة من المؤمنين. خدمة الكاهنة تنطلق من خدمة الأسقف. We know this. Ubi episcopus, ibi ecclesia. Where there is the bishop, there is the church. نعرف هذا الإشي حيثما الأسقف فهناك الكنيسة. But ولكن. ولكن. The church is formed, yes, around the bishop. It is true, but it is his first collaborator, the priest, who make the mission of the bishop visible and tangible. مزبوط الكنيسة تتشكل من حوالين الأسقف، ولكن وجود الكاهنة اللي هم المساعدين الأوليين للأسقف، هذا الوجود للكاهنة هو اللي بيخلي هذه الرسالة توصل وتكون رسالة ملموسة. So love them as the Lord has loved you. حبهم مثل ما الرب أحبك. They will not be always appreciative of what you do. مش دائما راح يقدروا مزبوط اللي انت بتعمله. They will not always understand you. ومش دائما راح يفهموا عليك. But this should not be a pretext not to love them. وهذا مش لازم يكون حاجز بالنسبة لإلك حتى ما تحبهم. Be present among them. Make them feel that you are there and you love them. كن موجود بيناتهم، حسسهم إنك بتحبهم. The rest will come. والباقي راح يجي لحاله. The pastoral life of the church is effective as long as the Christian friendship between bishop and priest is working. حياة الكنيسة الرعوية راح تكون فعالة وناجحة كلما المحبة الأخوية، الصحبة المسيحية بين الأسقف والكاهنة بتكون فعالة. The second, love the faithful, love the people, be father of them. النقطة الثانية، حب المؤمنين. كن أب ليلهم. Do not create too many barriers between you and the people. ما تحط حواجز عديدة بينك وبين الشعب.